عن قائد الجيش، إذا تم الاتفاق على خارجيا على اسم قائد الجيش، خصوصا أنه عم ينحكى أنه قد تكون السعودية بوارد تسمية قائد الجيش، فرنسا تضغط باتجاه قائد الجيش، أمريكا تضغط باتجاه قائد الجيش، هل حزب الله قال أنه لا فيتو على قائد الجيش، ويبدو اسمه أيضا لا فيتو عليه في بكركي، ماذا عن تيار وطني الحر؟ ليش أنا بالأسماء ما بحب فوت لسبب؟ لأنه في يمكن ملايين الأسماء، ليش بدي أعطي رأيي بكل اسم لا حسب الظروف شو بتكون، لا حسب هو إذا مرشح ولا لا؟ طرحا طالما أنه حزب الله لم يسمى علنا سليمان فرنجي. طيب عال، بس أنه بالآخر ليش بدك تخليني بمحل معين بس أيم حدا أو أعطي رأيي بحدا، مع أنه أنا يعني إلا إذا مصرة أنه خلص مسلمين لازم يكون ببيت هون أنا بضرب لكم تحية. هيدي أحسن شغلة بتكون. ضلوا من هلأ ورايح. سابق قائد الجيش من بيت هون. ايه من هلأ ورايح بعرف. وأساساً يعني كان هذا الخيار. كان خيار الرئيس ميشيل عون. وأكيد نحن بنفتخر بهيدي التسمية وبالمهام اللي عملها. وبرجع بقلك أنا كوني من بيت هون عندي نقطة ضعف. يعني بحب عائلتي كمان. وبحب أولاد عمي. بقى أنا بالنسبة لي بس أكيد بالسياسة مش هيك. وما بدي احترف سياسيا عن قائد الجيش. بالعكس، ما انه اساسا نحن التيار ما كلكم بتعرفوا نحن ولدنا من رحم الجيش. نعم، ولكن طيب وعندنا اذا بدك عاطفي مش بس من هلا، مش نسيت السياسي، قبل السياسي ما كنا بالمظاهرات وقت كان الجيش مكلف فيك معنا كنا نحن ما نزعل. وبتذكري هيدي الجمله الشهيره نضل نقول له ما بدنا جيش بلبنان، هو عم بيبيق معنا ما بدنا جيش بلبنان الا الجيش اللبناني. في شيء هيدا عن جد صعب حدا يفسره أو يقبله، إنه من جوا في عاطفة لهيدي المؤسسة مين ما كان موجود فيها ومين ما كان من عسكري لأكبر ضابط. طب ما الذي يؤخر اليوم ولادة رئيس للجمهورية وانتخاب رئيس للجمهورية؟ ليكي شو بيأخر؟ نحن سألتيني السؤال لأن حلو وضحه، عم نجرب نصور بطريقة غير مباشرة كلنا بس نحكي كأنه مشكلتنا انتخاب الرئيس. طب خلينا نسلم مجدداً. لأنه مجتمع دولي يريد انتخاب رئيس. انتخبنا انتخبنا رئيس. شو بدنا نعمل بعدين؟ مش بنسمي رئيس حكومة؟ ما عم أقول إنه لازم نتفق على رئيس الحكومة. بس أنا عم دل على الطريق. شو بده يجينا بعد انتخاب الرئيس؟ بدنا نكلف رئيس وبدنا نشكل حكومة. كمان ما عم لك من هلأ نتفق على تشكيل الحكومة. بس إذا ما خلقتي جو يكون مؤاتي لكلنا والرئيس هيدا مين ما كان يكون، اذا ميشيل عون نحط على رأيل مع حفظ الالقاب، نحط على رأيل بوجهه، الرئيس شو بده يعمل لحاله اذا كان هالبلد والانقسام وهيك السياسي مبعدتنا عن بعضنا، وشو اللي بيتحكم فينا؟ النكد والكيديه. طيب مين ما جبتي رئيس؟ لو جبتيه من القفه روح القدس لو نزل عمل رئيس، بالاخر بده يحطوه ويبلش كيد ونكد. اجا فخامه الرئيس باتفاق سياسي عريض، قديش ضلت اول حكومه لتألفت؟ كان في بسموها تسوي، 7 أشهر. اللي عم نطلع له وهيدا اذا بدك الخلى حركه الوزير بصير للخارج، لانه سكرت الابواب بالداخل من نقدر نلاقي خارطه الطريق. جرب هيدي الفكره يوصلها للخارج انه نحن بدنا ابعد من انتخاب رئيس، بس نعمل خارطه الطريق انه لبنان نسهل له الطريق للرئيس، ساعتها تبحثي عن اسم للرئيس. وبدي اضيف حتى كمان توصل الفكره اوسع، اليوم اذا جبتي رئيس وممنوع تجيبي الغاز من مصر والكهرباء من الاردن والنفط من ايران وصندوق النقد ما بده يمضي معك وبعد فيها العقوبات وهالحصار، شو عم نعمل؟ انه هل يا ترى بنرجع نختلف؟ انا قلت لك الحكومه والبيان الوزاري. فاذا الفكره طالما ما حدا قادر يفرض رئيس او يجيب رئيس، خلينا على القليله بالحد الادنى تروق الاجواء بين كل الاطراف ونقول كلنا بدنا نحط ايدنا بايد بعضنا، لانه هيدا المجلس مش معناتها على تفكير التغييريين انه كلهم يعني كلهم ومحاصصه، فاذا هني مثل هلا صاروا كلهم يعني كلهم وهن منا كمان. طيب كنت تقول استاذ سليم انه الوزير باسيل بزياراته الخارجيه يمهد الطريق لرئيس، وصار في اذا بدك تقبل لهيدي الفكره لانها منطقيه وحقيقيه. البعض يقول انه ذهب ليقطع الطريق امام رئيس.
يقولوا شو بدي اقول لك، انا عم اقول هيك ليش هني قولهم مقدس وانا قولي ما بيسوى. مش كل ما بسالك سؤال تقول لي انت مش بطريقه لا لا انه طب شو بقول لك بدي اقول فلان رايه هيك شو بدي ردك على رايه ليك هاي محبتهم هاي محبتهم شو بدي رايك بيردوا مثلا في شغله مهضومه ما علي ولو مرقتها في قانون كان بده وزير الطاقة باجتماعنا بلجنة الأشغال آخر مرة قال أنا محضر مسودة لمشروع قانون بس هلأ لأن ما في حكومة إذا فيكم تاخدوه كمجلس نيابي اقتراح وتقدموه بقى بس خلصت الجلسة أنا كمان زميلي حدي قال لي اللي عم بيعرف أنه الوزير قريب من فخامة الرئيس قال لي خده وقدمه أنا قلت أوكي قلت له يا معالي الوزير بس خلصت الجلسة طب هات لقد معطيني إياه فز احد الزملاء مش معنا بيقول لي لا لا ما اذا قدمته انت ببطل يمشي بيقولوا هذا انتم مقدمين خليني اقدمه انا وعم يحكي جد وهيك رح يصير بقدمه انا بيمشي لانه قانون جيد بس لان اذا قدمناه نحن لا هذا قدمه التيار الوطني او حدا من التيار الوطني ما بيمشي بقى هيدي لاعطيكي اعطيكي فكره اللي عم بتقولي لي شو ما عملتي انت ما مش بياخذوا على الفكره أو آخر مرة طرح الوزير بسيل فكرة قالوا الكل عنا منيحة بس ما مشوا فيها لأنه طرحها نحن وعم ندرس الكابيتال كنترول قال هيني نحن مشكلتنا هلأ نقاط كثير مختلفين عليها يا منمشي النقطة المختلفين عليها منشيلها بهمنا يضل من القانون شغلي وحدي نحن نضبط تحويل للخارج بس انا كنت بدي اسالك لانه حضرتك بعدك جاي من جلسه اللجان المشتركه وانتهيتوا من موضوع تصوري هيدي الفكره قبل ما فوت وين وصلنا اليوم هيدي الفكره اللي الكل وافق عليها وقال معه حق نخلصوا بسطرين ما قبلوها لانه من جبران بس ما قبلوا يكفوا فيها ويناقشوها لانه جبران بسيط